اهلين ابو حميد. اهلين بالخال. شو وصلت لشي جديد بهالاوراق؟ ولا شي، قعدت وكتأت شي 20 مره بس ماشي بنصيحه نضال، لازم اتقرب من رؤوف بركي يطلع معنا شي جديد ان شاء الله. وانا كمان حاولت ادور بالاوراق اللي عند عدنان بيك، وبصراحه اللي وصلت له غريب كثير. لشو وصلت يا سيدي؟ عبد الرؤوف البندقجي مفلس تماما، المطاعم ما عم تطلع ولا نص ليره، والمعرض يا دوب مكفي مصاريفه. شو هالحكي؟ ايه، وتفاجأت يا رجل، ارقام كبيره وحسابات رموز ما قدرت فكها. والله ما فهمت عليك خالو. هذا الزلمه اكيد اكيد عم يشتغل بشي غير الظاهر. ليكون عم يشتغل بالمخدرات؟ مو شرط، في كتير تجارات بتجيب مصاري اكثر من المخدرات. مثل شو مثلا؟ ممكن نفط، سلاح. هلا ممكن يكون عم يشتغل بالمخدرات، ما بقول لك لا، بس الغريب بالقصه انه عم يدفع كل ضرائبه، وهذا بيوصل لنتيجه واحده بس، هذا الزلمه قولا واحدا عم يغسل اموال.